لا، هو بالفعل تم نشر أكثر من 4 5 نقاط جديدة على الإقامة السياحية، وتم نشرها بالجريدة الرسمية وعلى موقع مديرية الهجرة بعدة لغات. هلا بدنا نحكي عن أهم هي المواضيع، هو موضوع عقد الإيجار، لأنه الموضوع كتير أثار تساؤلات عند الناس بالموضوع تبع عقد الإيجار. عقد الإيجار صار ما بيتم عند الأملاكي، وإنما عقد الإيجار صار بيتم حصرا عند الكاتب بالعدل. يعني بيروح صاحب البيت والمستأجر لعند كاتب العدل وبيقول له أنا بدي أجر فلان الفلاني بقصد الإقامة، بينحط فيها بنود العقد كلياتها، وبتتاخذ نسخة مصدقة من قبل كاتب العدل وبتتسلم لمديرية الهجرة. كان أصعب شيء، أما بقية القوانين في كذا قانون إن شاء الله هلا ضمن الحلقة بوضح عنه. إذن عقد الإيجار عند كاتب العدل، هذه النقطة التي لفتت نظرك كمحامي سوري، لكن بعض الناس قالت إنه هذه القوانين قديمة وسارية منذ زمن وكان في تساهل بتطبيقها. لا، بالنسبة لكان عقد الإيجار يكتفي بتصديقه لدى كاتب العدل، ولكن الآن إنشاء العقد من الصفر لدى كاتب العدل. ولكن هون في ناس رح تتورط بقصة إنه أنا ساكن عند خالي، أو أنا ساكن عند خالتي، أو عمتي ساكنة عندي، فما في عقد إيجار لهم. بهالحالة شو فيهم يعملوا؟ اعتمد القانون التركي إنه لكل شخص بحق له يكفل عائلتين أو شخصين، فإذا كان هو بنفسه فيه يحط شخصين عنده بالبيت، وإذا كان متزوج بحق له 4 أشخاص عنده بالبيت. فكمان هي من القوانين الجديدة اللي انضافت. طبعا هذا الشيء اللي بيخص موضوع السوريين، أما بالنسبة للمواضيع اللي بتخص كل الأجانب بتركيا، راح أوضح عن موضوع كتير مهم، إنه الإقامة، البريد الإلكتروني اللي لازم نستعمله بالإقامة السياحية، ما عاد يمشي الحال الموقع تبعك أو الإيميل الخاص بشركتك، لازم يكون إجباري من جيميل أو هوت ميل أو أوتلوك أو الإندكس. يعني ما بيقبلوا أي إيميل أنت صاحب شركته أو أنت راجع لعندك، بدون السيرفر يكون دولي. كمان في نقطة كتير مهمة، بس معلش نقطة هون، يعني ما الغرض من إنه يكون السيرفر دولي للإيميل؟ بحيث انه اذا تم تبليغ برفض الاقامه يعتبر التبليغ واصل قطعا، او اذا في نقص اوراق يتم تبليغكم بدون ما يكون في عندنا حجه انه الايميل واقف او الموقع قيد التطوير او اي سبب اخر. فبالتالي لما بيكون السيرفر دولي اجباري رح يصل التبليغ بشكل قطعي بدون ما يكون للاجنبي حق الاعتراض على هذا الشيء. أستاذ وسيم، يعني هذه القوانين تشمل جميع من يحمل إقامات سياحية في تركيا، سوريين وأجانب، أم الجدد اللي بدهم يقدموا على الإقامات لأول مرة؟ طيب، رح نحكي عن موضوع لأول مرة لازم يكون في عندك عقد إيجار معمول عند كاتب العدل، أما التجديد يكتفي بالنيابة عنه بسند إقامة صادر من الموقع الإي دولة أو من المختار مصدق أصولاً ويتم تسليمه. فبالتالي يلي عم بيجدد إما بده يجيب عقد إيجار مصدق عند معمول عند الكاتب بالعدل، منظم عند الكاتب بالعدل مباشرة، أو بده يكون في عنده سند إقامة مستصدر في حال التجديد. طيب، يعني كان في نقطة انطرحت وما بعرف قالوا إنه مو مذكورة بالموقع، لكن هي يعني النشطاء المتابعين إنه هي قرارات داخلية بين الموظفين، وهي إنه تثبيت العنوان ما عاد يمشي الحال هلأ بالنفوس، إنه كل الأجانب مو بس السوريين بدهم يروحوا على بيزيد. قديه صحيح هذا الحكي؟ مش بس باسطنبول، بكل ولايات تركيا اذا في اجنبي بده يثبت عنوان سكنه ما عاد فيه يروح على مديريه النفوس او ياخذ موعد من الان في اي. اللي هلا اذا بده يروح يعمل تحديث معلومات له او يثبت عنوانه لازم يتوجه لاقرب شعبه اجانب له. اذا كنا عم نحكي باسطنبول فهي بمنطقه كوم كابل بجانب منطقه بيزيد، واذا كنا عم نحكي بانقره فهي بشارع اتاتورك. من هنيك بشعبه الاجانب بيثبت عنوانه وبياخذ ورقه من هنيك بموجبها بيتم تسجيله وصولا بهذا العنوان. في حال في ضغط كبير مثل ما صار امبارح واول امبارح باليابانجي شعبه، تم تحويل بعض الاشخاص او اغلبيه الاشخاص الى شارع وطن وتم تسجيلهم بنفس المبنى هذاك، ولكن الاصل هي في شعبه الاجانب لا بالنفوس ولا بالابنيات العامه. طب يعني وسيم، كحقوقيين كمحامين، انتم كيف بتشوفوا هذه القوانين؟ هل هي تسهيل؟ هل هي تنظيم؟ هل هي يعني ايجابيه اكثر؟ اما بتشوفوا انتم انه ممكن يكون في الى سلبيات؟
في إلى جهتين، مثل أي قانون بيصدر جديد، وقت بيطلع القانون بشكل جديد بيكون بالبداية صعب، ولكن هو انعمل كلياته مشان يحمي حقوق ناس بالأساس. مثلا أنا بروح لأجدد إقامتي بلاقي شخص آخر موجود بقلب البيت، طيب هذا بيكون الدلال أخذ هويتي، فاتح عليهم عقد إيجار ثاني أو مستفاد، فهذا الشيء انعمل ليحمي حقوق الأجنبي. وإنما بدايته أكيد حيكون صعب لأنه لسه العالم ما تعودت. ما أنا بنصح إنه أي حد مثلا بده يعمل هذا الإجراء يتوجه لمحامي، وخصوصا في كمان مادة أضيفت إنه لا يمكن استلام الإقامة إلا من صاحب العلاقة أو المحامي الموكل أصولا، يعني بده يكون في عندك محامي مثبت وكالة له مشان يستلمها إذا أنت كنت مانك موجود. حتى إذا كان عندك أقارب من الدرجة الأولى في تركيا. مع الأسف بحق لموظف البي تي تي أو مديرية البريد أن تمنع تسليم الإقامة إلا لصاحب الشخص، شخص بذاته أو إلى وكيله القانوني، وحصرا لازم يكون محامي مسجل بنقابة المحاميين في تركيا. إذا حكينا عن قوانين جديدة، هو فعلا في تغيير بالقوانين، حكينا تقريبا عن 4 نقاط هامة تهم الأجانب عموما والسوريين خصوصا. ما بعرف إذا كمان في إضافات تانية وسيم بتحب تقولها. بتحب لا تشمل الأخوة السوريين وإنما تشمل الأخوة المغاربة. بدي نوه انه في المغرب وعدد من الدول اللي ما كانت تحتاج لفيزا صار مطلوب منهم كشف حساب بنك مع خطه سياحيه للبقاء بتركيا. نحن كلياتنا بنعرف انه انواع الاقامات على السيري نمبر يلي بيجي على الاقامه من تحت بيكون محطوط A او B او J او D، يعني اقامه بقصد السياحه، اقامه بقصد التعليم، اقامه بقصد الطابو، اقامه عائليه. هل اذا نحن كانت عندنا الاقامه لغير السوريين، برجع وباكد، للجنسيات يلي ما بتحتاج لفيزا، لازم يكون في عنده خطة بياخدها من مكتب سياحي أو من أوتيل وين رح يبقى خلال هاي السنة، ولازم يكون في عنده كشف حساب بنك يطابق 6200 ليرة عن كل شهر بده يبقى بتركيا. كمان هي من الشروط الأساسية اللي بيحق لها تنطبق. يعني أليس أنت عم تقولي أنه من الجنسيات التي لا تحتاج فيزا، صح؟ صحيح. مطبع عنيون الشروق. دولة المغرب اجانا كثير اتصالات انه ليش المغاربة عم يرفضوها؟ انما عم يرفضوها انما عم ينقصوا بالشروط. فمثل دائما بنروح بنقدم الاقامات بشكل طبيعي وبكل الصوره بيومتريك وكل الاجراءات النظاميه والتامين الصحي سنه او سنتين، بنقدم الطلب بحال الموظف انه يطلب عدد من الطلبات، هدول الطلبات فينا نأمنهم ونقدمهم خلال 30 يوم، لأنه بس تجاوزنا 30 يوم صرنا مخالفين عن هذا الموضوع. إذن الموظف مخول بأنه يطلب مجموعة من الطلبات بحال ما قنعوا بجوز الأوراق المقدمة، لكن مبلغ 6200 ليرة تركية عن كل شهر إقامة في تركيا ليس مبلغ كبير؟ بشكل عام إذا بنرجع للماضي كان يطلب حتى من السوريين تصريف 6000 دولار عن كل سنة. هلأ حاليا إذا أنت بتحسبيهم الـ6000 دولار، لا قل المبلغ، يعني عن كل شهر صار بحدود الـ500 دولار اللي هي 6200 ليرة. فـ500 دولار كافية لأنها تعمل للشخص سياحة أو أقل منها، ففعليا هو ما رح يتحمل هذا الموضوع. بالإضافة كمان بدي نوه أنه تم رفع أسعار التأمين الصحي إلى 3 أضعاف، وإن هذا الشيء كمان الناس صارت عم تقول أنه الإقامة صارت غالية، وإنما صح، ولكن التأمين الصحي صار بيشمل الأجانب كتأمين حقيقي، يعني لا قدر الله يوم في أجنبي بيتعرض لأي شيء يأخذ التأمين الصحي تبعه صار فعال بكل المشافي سواء خاصة أو عامة، لهيك ضاعفت الأسعار 3 أضعاف. وهذا يطبق على الجميع، سوريين وأجانب وأجانب، أي إذن أجنبي على الأراضي. إذن شرط الخطة السياحية وإيداع مبلغ من المال هم للجنسيات الأجنبية التي لا تحتاج فيزا، لكن السوري مستثنى من هذا الشرط. السوري مستثنى من هذا الموضوع، ولكن يلزم للسوري النقاط اللي ذكرناها بالبداية يلي هو الإقامة سنة أو سنتين فقط ما بيحق له أكثر، عقد الإيجار لازم حصرا يكون منظم لدكاتب العدل وليس عند أملاكجي، استلام الكرت حصرا من صاحب العلاقة أو من قبل محامي، 4 بالنسبة لتثبيت النفوس ما عادت بمديرية النفوس، وإنما تثبيت القيد بيتم بشعبة الأجانب في كل ولاية.
إذن الخطوات حقيقية والتغييرات حقيقية وتشمل الجميع تقريبا ما عدا شرط إيداع المبلغ المالي. بس كنت بدي أسأل عن المبلغ المالي للمهتمين واللي عم يتابعونا أكيد من غير جنسيات، هل فيهم يودعوا المبلغ ويطلعوا كشف حساب بنك ويسحبوه، ولا هذا المبلغ بده يضل بالبنك؟ لا، بس وقت تقديم الإقامة لازم يكون عندنا. مثلا أنا قدمت كشف حساب بنك يكفي لستة أشهر، فهنا حيعطونا الإقامة لستة أشهر. إذا أنا أعطيتهم كشف حساب البنك لسنة، فهنا حيعطونا الإقامة لسنة. إذا أعطيتهم كشف حساب بنك يتضمن لسنتين، فإنه بيحق لهم يعطوني إياها لسنتين إذا كان التأمين الصحي تبعي يشمل سنتين. وبعدها بسحبوا للمبلغ وبعد ما اخذ الاقامه. تمام، ما هو حر التصرف فيه. يعني كان مبارح الحكي استاذ وسيم انه في تجديد كثير، يبدو انه الى حل نوعا ما، ما في تجديد مثل ما كنا متصورين. يعني ما بعرف اذا بتحب بنهايه كانت اليوم بصراحه تواجهت انا الصبح قبل ما اجي لهون على شعبه الاجانب لشوف شو الوضع. بصراحه كان الوضع جدا ضغط، كثير عجقه كان، لانه لسه ما تنظمت خلال مواعيد اونلاين. حتى الان اللي بده يحدث معلوماته بيروح بدون موعد، ولكن هذا الشيء ما راح يستمر. خلال ايام عديده راح تطلق مديريه الهجره موقع مشان تنظيم هذا الدور. يعني بنتمنى انه هذا الموقع يكون فعال وما تعاني الناس بحجز الدور، لانه نعرف بتثبيت الكملك واجراءات الكملك تقريبا الدور عم ياخذ شهور يعني لحتى يوصل للشخص ويقدر يكون نظامي ويثبت أموره بتركيا. صحيح، ولكن بدي نوه هلأ، إذا أخوتنا السوريين بيطبقوا القواعد الصحيحة بقلب الموقع ما بيعطيهم بعد شهور، وإنما لما الشخص عم ياخد كذا موعد، مثلا عائلة مكونة من 6 أشخاص، أنا بتمنى أنه هي الرسالة تصل للجميع عن طريق قناتكم. الأشخاص لما أنت عم تقدم لعائلتك، قدم كلاتكم موعد واحد، أنت هيك بتضمن أن الموعد يكون قريب، وبتضمن أنك ما تعمل ضغط على السيرفر، فغيرك كمان بياخد. بهالحالة الدولة نظمت الأخوة السوريين بس هن يقرأوا تعليمات الموقع قبل ما يسجلوا، بيكسبوا وقت لصالحهم وبيقرب الموعد تبعهم أكيد.